صحنوا البنات، صحنوا أرجو الياسمين، كبتحسوا كنت من هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير. صبحت على أكل، تبرد الأعصاب، أنا كنت وصلت الفطور. اليوم إن شاء الله البنات بغيت نشارك معاكم واحد العراضة في دار خرازي، يعني في لوسي زعما عارضة علينا مراتو، دايرة الدخلة ديال الفيلا ديالها. بغيت نشارك معاكم اللحظات في الفيلا، نشارك معاكم فطوري، نشارك معاكم الغداء. كنتمناكم تدعموا هاد القناة وديرو مشاركة، تدخلو تشترك وديرو لايك والتعليق اللي كيفرحني، التعليق واللايكات ديالكم كيفرحوني بزاف 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 بزاف. كنشكركم بزاف، وكن كاع لي داخلين عندي القناة ولي مداخلينش، كنتمنى ليهم الصحيحة والسلامة والهداية ديال الوليدات، واللي ما عندهاش وليدات الله يرزقها وليدات والله يفرح كل واحد. هادشي اللي بغيت نقول، الله يفرح كل واحد اللي كطلب شي حاجة، كنتمنى سيدي ربي يحققها ليها ويوفق الوليدات وينجحهم وينجح كاع الوليدات. راه عندي في الباك، انا كنت هاد العام كنطلب لوليدي ولوليدات المسلمين اجمعين النجاح ان شاء الله. وهذا هو الفطور ديالي، انا كنوجد دابا الفطور، غادي نفطر ان شاء الله. اليوم السبت ما فقناش بكري، انا ولدي صغير، صبحنا ناعسين، غادي نفطر على خاطرنا وغادي نوجد راسنا وغادي نمشيو ان شاء الله. نشوف الطريق نمشيو، هي الفيلا ديالها بعيدة علينا بواحد المسافة شوية، المهم الحمد لله كاينة الطوموبيل، غادي تتسهل لينا الأمور. غادي نمشي إن شاء الله، غادي نفطر أنا وولدي ونحب إن شاء الله نشطو الطريق. كيف قلت لكم شهيت نفطر اليوم بأتاي، بغيت صراحة مكاينش بحال الفطور ديال أتاي وخبيز، مكاينش بحالو. الواحد مرة هكا ينشط شوية، مرة يخرج. اختنا ولو غير مرة في الأسبوع نتهلاو في روسنا، نهتمو بريوسنا، نديرو فطور زوين، نفطرو ناشطين، نفطرو حنايا مرتاحين. الأسبوع كله مع الوليدات في المدرسة، جري عليا نجري عليك، داكشي علاش تنقول أنا ولو غير مرة في الأسبوع المرا خصها تهتم براسها، خصها تفرح راسها. ولو غير حاجة بسيطة، ينوض الواحد يفطر على خاطرو، يقرا شوية، يصلي، كيدوز على النهار زويون، زوين النهار الحمد لله كيدوز. هاد الشي اللي كاين. المهم كملو معايا الفيديو حتى لخر، غادي نشارك معاكم كل شي، الفطور والغدا وكل شي إن شاء الله. ودابا خرجت في الطريق معايا غير ولدي الصغير، إن شاء الله بإذن الله نوصل إلى القيدين عامرة بالناس. ما عندي كي ندير التصوير، لقيت شوية دنيا مازال خاوية، غادي إن شاء الله نصور لكم لقطات شوية، غير شوية من هنا وشوية من هنا. وهذه هي الفيلا ديال دار لوسي، الدخلة ديال الباب صراحة غزالة ما شاء الله، الله يعطيهم صحيحتهم والله يفرحهم بوليداتهم، الله يحفظ ليها وليداتها. هي هاد الوليدات غير مواسم الضياف وجابوهم معاهم، ماشي وليدات لوسي، وليدات لوسي ما شاء الله كبار شوية، الله يحفظهم وينجحهم يا ربي يوصلهم داكشي اللي يبغاو، والله يحفظ ليهم ميمتهم والأب ديالهم، الله يخليه دائما منور هو والزوجة ديالو، الله يحفظهم. ودي هذه هي الصالون، هاد الدخلة ديال الباب كاين فيها الصالون الكبير لي زادو عليها الطبلات هكا ديال جابوهم ليهم هذا التريتور باش يجلسو فيهم الناس هكا، باش راك عارفين الناس هكا طبلة مجموعين فيها الناس، ماشي بحال الفوطو كل واحد جالس في بلاصة. ودابا هبطت الدخلة ديال دارها،
دابا هذيك البلاصه اللي صورت الاولى صالون ديال الضياف، وهذه هي الدخله ديال الدار ديالها لتحت، في كاينه دارها فين كتجلس هي ولادها، فين هذه هي الكوزينه. الكوزينه ما لقيتش نصورها كامله لان كانوا فيها العائله كياخذوا الشغل، ما لقيتش كيفاش نصور. صورت لكم غير هاد الكليسه، هذه هي اللي صورت، وهذه داخل مع الصالون، هاد الكليسه. المهم شي نهار هاكا نمشي عندها وما يكونوش الناس، ما يكونوش الطبلات، ونصور لكم كل شيء. ودابا غادي نتغداو ان شاء الله باذن الله. حطت لينا الجاج الله يعطيها صحيحتها، والله يكبر بيها، كبر سبينا والله يكبر بيها، ويخلي لها وليداتها، ويحفظ لها زوجها ان شاء الله باذن الله. المهم صافي، حنا نتغداو وغادي نكمل معاكم الفيديو. تغدينا، قراو البنات شويه ديال القران. انا محيده الصوت لان الصوت مختلط والبنات كيقراو القران. المهم دوزنا نهير صراحه زويون، نشطنا، ضحكنا. قراو البنات القران، واحد السيده الله يجزيها بخير دارت لنا الموعظه، والحمد لله داز النهار زويون ما شاء الله. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وغادي نخرج دابا باش نمشي الطريق. وكنشكركم بزاف، كنشكر كل واحد شاهد هاد الفيديو، وسمحوا لي على هاد التصوير، الدنيا عامره بالناس، داكشي علاش درت غير لقطات خفاف. البنات ما تنساونيش باللايكات ديالكم، وشكرا جزيلا لكل واحد.